أهلا بكل من يتابعنا دائما ويشاهدنا عبر شاشة الشرقية نيوز، حلقة جديدة بكل تأكيد من منتصف النهار. أهلا بالجميع وكذلك أهلا علي. أهلا رنا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. حلقة جديدة لهذا اليوم، أسبوع جديد. طبعا من مفترض قضيتنا لهذا اليوم راح نتحدث فيها عن استقبال العراقيين لعيد الفطر المبارك، وكيف يستقبل العراقيين بأجواء الفرح والمودة والسلام. لكن للأسف الشديد يوم أمس من تفجير كرادة اللي حصد يعني حقيقة مئات القتلى والشهداء وأيضا المئات من الجرحى. يعني ما حدث يوم أمس في الكرادة للأسف الشديد، يمكن كان هذا الاستقبال بهذا التفجير اللي حقيقة يدمي القلب، يحزن القلب. توقيت هذا التفجير والمكان اللي اختاره هذا التفجير الإرهابي للأسف الشديد، يعني أبرياء، أرواح أبرياء، عوائل كانت تتبضع في الأسواق لاستقبال العيد، بالتالي حصل هذا التفجير. ومثل ما شاهدنا قبل قليل في موجز الأخبار، 82 شهيد و200 تقريبا جريح، الحصيلة الأخيرة لهذا التفجير. ما نستطيع أن نقول إلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء برحمته، وإن شاء الله منزلهم الجنة. وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى الصبر والسلوان لعوائل الشهداء، وأيضا ندعو لجرحانا بالشفاء العاجل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني علي، دائما ما يد الغادر تطال شبابنا العراقي، وخاصة يعني إحنا منقول مثلا إذا هي كانت ساحة معركة فممكن أنه يكون هناك عدد من الانفجارات أو أكو مواجهة حقيقية أو معركة حقيقية، لكن أنه أنت من تفجر في مكان عام وبالتالي مكتظة بالشباب وخاصة في وقت الليل، ونشوف أنه هو أجواء رمضانية، يعني أجواء تكون مباركة، والناس يعني أنه تريد تفرح، ما باقي غير يومين أو 3 أيام على العيد. فبالتالي يعني أنه هذه الأهالي وبالتالي الكل من الشهداء والضحايا يعني عندهم أهالي، فبالتالي يعني أنه كل ما نقول أو كل اللي يريد نقول الله يصبرهم، وخاصة للجرحى نأمل أن يشفون وبالتالي يعودون إلى أهلهم بسلامة وخير، ونأمل أنه يعود الأمال للعراق، وخاصة يعني في مثل هذه الأجواء وفي مثل هذه الظروف، لأنه يعني هو كل فرد عراقي هو يمثل المجتمع بأكمله، وبالتالي هو كل حزن في بيت عراقي فهو يطول المجتمع العراقي بأكمله، وبالتالي يسود الحزن في كل بيت عراقي وفي كل عائلة عراقية. أملنا دائما بالشفاء لكل الجرحى والمصابين والعودة إلى أهلهم دائما بالسلام. مشاهدينا بعد الفاصل ندخل في قضية منتصف النهار لليوم. إذا مع قرب حلول عيد الفطر السعيد، استقبل العراقيون العيد بطقوسه المميزة اللي تبدأ قبل كل شيء بشراء الملابس ومستلزمات العيد من زينة وحلويات وأطعمة، إضافة إلى الزيارات العائلية بين الأهل والأقارب. بالتأكيد علي، يعني دائما بتكون أسواق بغداد أو أسواق بغداد وباقي المحافظات يعني في هذه الأيام تشهد إقبالا كبيرا من قبل المتبضعين، والأجواء تكون جميلة جدا في شوارع بغداد وكذلك باقي المحافظات. دائما الأهل يتسابقون حتى يشترون الكثير من ملابس العيد وخاصة للأطفال. مع سيف عبد الوهاب نشاهد الأجواء وأجواء ما قبل العيد في بغداد. مع سيف عبد الوهاب في التقرير ونعود. حياكم الله حبتنا متابعينا في برنامج منتصف النهار. تشهد أسواق العاصمة حركة تبضع كبيرة اليوم، وهي تتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك. يعني شوف اليوم العوائل البغدادية بدأت تطلع إلى الأسواق. اليوم نريد نعايش هنا ونشوف حركة الأسواق، أسعار السلع، أسعار الملابس، هل هي بقيت كما هي؟ وبنفس الوقت استعدادات أهلنا في العاصمة الحبيبة بغداد. ابقوا يعني الأواخر في رمضان دائما تكون هي الأواخر اللي تكون مشترات مسواق العيد، ملابس العيد للأطفال، للعائلة الكريمة، للأهل، للكل إن شاء الله. إن شاء الله والله تعرف ملابس الأطفال، ملابس أني، ملابس المدام، يعني وإن شاء الله الله يعزك. الأسعار شبتها مناسبة، مرتفعة قبل العيد؟ والله حاليا مرتفعه، يعني والسبب يعود الى موجه الامان الفتره الاخيره. تعرف يعني انه هذا اول عيد ما شاء الله يمر على العراقيين بهيك امان وهيك قوه وبهيك روحيه، انه تلقى الناس الساعه الان يعني الثانيه الساعه 1:30 يعني، واكو ان شاء الله حركه بالسوق، وهذا سبب ايضا يساعد على القدره الشرائيه بالنسبه للمواطنين، تلقاه دائما موجود المواطن متواجد بالاسواق المحليه اللي موجوده عليها. يعني سؤالي يا دسلش، يعني ما اعرف ليش العوائل يعني بشكل عام تطلع قبل العيد انه بيوم او يومين تبدي تتسوق وتجهز اولادها، ليش من قبل هذا الوقت؟ يعني ما تعتقد انه مثلا بعض اصحاب المحلات او التجار ربما يستغلون هاي الاوقات انه قبل العيد ويرفعون الاسعار؟ هو صحيح، يعني انا وياك بهيك ناحيه، بس حسب
اولا تدري رمضان والوقت ويمشي الوقت ما تحس بيه، خاصه ورا رمضان واحد بس يفطر بعد حتى ما بيحل يطلع برا ولا يقدر يسوي اي شيء، بس من يتقرب العيد لا بعد غصبا ما علينا بعد خلاص ما عندنا مجال، لازم نضطر نطلع احنا حتى على مود الاولاد وانه الاولاد هم حثوكم ولازم تشترون ولازم. لا والله خطيه هم ما عندهم هيك شيء، عندهم قناعه لا، بس احنا عندنا قاعده لازم يعني بالعيد لازم فشي جديد خلاص. اليوم سمعنا بيش مفرغه جيبه. اي لا شلون اكيد. الراتب راح طار. اكيد طار الراتب، لا خلاص الحمد لله والشكر. شو اخذتي هالغزه اليوم؟ والله ملابس العيد اشترينا لها وكملت الحمد لله والشكر. الحمد لله. جهزتوا نفسكم؟ اي الحمد لله خلصنا اني وزوجي والله اشترينا وخلصنا الحمد لله. زين منو اختار منو؟ والله واحد ساعد الثاني. انت اختاريتي لبسه؟ اي والله اخذتي له والله بنطلون وقميص. اي والله هو همينا ساعه ذوقه حلو لو تذوق ثاني اثنيناتنا حلو ذوق اكيد. اي والله حلوين. طبعا انا بس اسالك باختصار شلون شفت السوق اليوم؟ اكو حركه بيه مثلا؟ اكو حركه تبضع؟ اكو رغبه الناس انه تشتري؟ اي نعم اكيد. اي اكيد يعني وضعي الامني هم شويه صار احسن يعني مثل قبل، مو مثل العفو مثل العيد القبله لا شويه كانت الوضعيه تعبانه خلينا نقول، بس هسه لا الحمد لله والشكر يعني شويه الوضعيه احسن. اشتريت مال البيت ومال طلعه حتى اتفرغ عند الجهال، يعني جهالي رايد لهم طلعه. اي شلون كانت الاسعار؟ والله زينه يعني اكو تخفيضات وشغلات زينه ورخيصه والتعامل حلو بالعكس يعني رئيسا حتى ما طولت اشترينا وخلصنا. موديلات يعني زينه الموجوده بالسوق؟ اي شغلات كلش حلوه واكثر من موديل حلو حلو كله حلو. يعني يوم ما فرغتي جيبه؟ لا يوم خطي فلستي. يعني هي على مود فرحة العيد، يعني حتى يقول لك هي الفرحة فرحتين تصير، خصوصا للأطفال، شايفة قبل العيد بيوم يجيب له هدوم يحطها على الجربة يظل شمه، احنا من كنا صغار، هيك فهو هذا يمكن السبب يعني الأكثر. الأطفال ما أخذت لهم بعد؟ لا لا بعد ما اشتروا شيء هم. يعني اكو فد مكان انه في بالك تروح تشتري لهم من عنده؟ والله أنا يعني فكرت أشتري لهم من يمنا، احنا بالعظم فكرت منك أروح أشتري لهم هيك، هسه كنا بالمول همين افترينا هي شافت شغلات عجبتها قلت لها عاد تشتري بعد هاي. بشكل عام شو شفت حركة السوق؟ والله زينه يعني قياسا هسه شوي حتى الوضع الامني همين الحمد لله وشكر متحسن هيك وقت نطلع قبل منو كان يطلع اي يعني زين كموظفين هيك تدري هسه راتب كانت قريبه يعني استلمناها فاكو بعد فلوس بس بعد يمكن في 10 ايام دي يفتر السوق. الاسعار رخيصه واكو اسعار غير رخيصه، المواطن اللي يتمكن عليه ان ياخذه وتلاحظ السوق صاعد نازل. والله احنا اخذنا فد اشياء بسيطه يعني اللي تخدمنا للبيت اخذناها، الاطفال تشتريها دي شيرت او بنطلون او تشتري فد للبنات دي شيرتات او بنطلونات او طبعا هو العيد الطفل يفرح به مناسبه حلوه ويحب ان يطلع ويتنزه بالشارع شوي اكو نوع من الغلاء، وبعدين مو كل الماركات اللي انت تحتاجها تلقاها موجوده. يعني مثلا تيشيرت اوكي تروح عليه ب 20 25 الف دينار بس هو كماركه وكخامه ما يلبي يعني الحاجه اللي انت تدور عليها يعني. بس على العموم السوق ان شاء الله حلو والاجواء حلوه والحمد لله والشكر. اخذت شيء؟ والله لا بعد لحد الان بس اشتريت له قسم وان شاء الله بدنا نجهز القسم الباقي ان شاء الله. شلون شفت السوق انت اليوم؟ والله بالتاكيد مثل ما تفضل اخويا يعني هو السوق هسه حاليا بدا قام يصعد لان تعرف انت كل بدايه رمضان بدايه العيد بنهايه رمضان تبدا العوائل تقوم تطلع تتسوق للعيد فيبدا الاسعار تغلى مو مثل ما واحد يعني بالايام الاعتياديه اكيد هي بالضبط. شو اشتريت انت؟ والله انا بالنسبه لي انا مجهز انا فرحتي امشي جهالي يعني اشتري لهم اجهز جهالي عائلتي يعني ما اعرف انه عاده العوائل البغداديه انه تاخذ المواد او الملابس اللي تحتاجها قبل العيد بيوم يومين او قبل اسبوع عن بدايه رمضان مثلا اي اعرف انه الاوقات مشكلتنا احنا كعوائل عراقيه يعني نضايق انفسنا مثلا يعني قبل العيد بثلاث ايام باربع ايام فاولا تروح ما تلقي المنتوج اللي انت تحتاجه يعني او تدوره ببالك وثانيا راح تواجهك يعني شغلة انه صعود الاسعار يعني ما اعرف يعني لو واحد مثلا يصير عنده في الثقافة انه يشتري مثلا باول اسبوع او ثاني اسبوعين ممكن افضل. بصراحة البضاعة اكو بضاعة هواية حلوة محلات هواية امان الحمد لله يعني زين يعني يصير للوحدة بالليل ثنتين بالليل يعني اكو امان بس المشكلة يعني سيولة ماكو يعني رواتب قليلة قللوا رواتب
يعني كاهل الموظف هو بصورة عامة يعني المواطن يعني عليه ضغط هواية ضعيف السوق ضعيف يعني قياسا بالسنوات السابقة السوق ضعيف هم لهم الرغبة يجددون لهم رغبة بالعراقي دائما هو يحب يعني يلبس حب بس أعطيك نسبة يعني فد يعني 25% يقدرون يشترون هذه النسبة الأسعار قولي بقيتوا محافظين عليها لو ارتفعت الأسعار بالنسبة يعني هي نفس الشيء بس احنا يعني قمنا نجيب قماشات قطنية أفضل خامات أفضل بس ما يتوازن ويا السوق يعني ما يتحملون يعني مثل القميص ب 30-35 بس خامات درجة أولى ما يتحملوها يعني يتحملوها من 25 جوا شكرا لمراسلنا بغداد سيف عبد الوهاب على هذا الاستطلاع اللي سلط الضوء على استعدادات العراقيين لاستقبال عيد الفطر المبارك مثل ما شاهدنا من خلال هذا الاستطلاع اليوم الكل يستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك بالفرحه وهناك يمكن امور ضروريه دائما الطقوس في المجتمع العراقي دائما تكون مميزه لاستقبال عيد الفطر المبارك من ضمن هذه الطقوس هي شراء الملابس للجميع صغارا وكبارا ايضا يمكن التحضيرات مستلزمات العيد اللي هي التحضيرات الاساسيه نتحدث اليوم عن الكليتشا وما شابه ذلك يمكن ما يخلى بيت اليوم من تحضير الكليتشا لاستقبال العيد عيد الفطر المبارك وايضا عيد الاضحى على حد سواء اليوم يمكن الوضع في العراق وضع استثنائي هناك كثير من العوائل نازحه وهناك كثير من العوائل محتاجه هناك كثير من العوائل يمكن فقيره دي يشاهدون الان يمكن هذا البرنامج وهذا الاستطلاع ويتحدثون في انفسهم انهم ما عندهم ايش يستعدون يستقبلون بها العيد او ما عندهم اي استعداد لاستقبال العيد ولكن بالمقابل يعني دائما املنا يكون كبير باصحاب الرحمه نشوف انه يمكن مساعدة الفقراء اليوم اصبحت على مستوى عالي نتحدث على مستوى الاسر نتحدث اليوم على يعني مجاميع شبابيه ايضا منظمات مدنيه اليوم دا تساعد ودا تسوي يمكن مبادرات كثيره انسانيه من اجل مساعده هؤلاء الفقراء وللأسف الشديد الدور الأساسي من المفترض اللي يكون دائما حاضرا هو غائب تماما هو الدور الحكومي المؤسسات الحكومية اللي هي غائبة ولكن يعني موجودة يمكن الإيثار ده نشاهده يمكن من خلال شهر رمضان المبارك والمبادرات اللي أقامها الشباب والمنظمات المدنية يعني علي احنا كنا نتحدث يوم أمس عن أجواء استقبال العيد وكيف أن الناس راح يروحون على الأسواق صح. بالتالي لأنه هاي الفترة يعني دائما ما تشوف الناس دائما ما تشوف الأسواق يعني أنه مزدحمة وبالتالي الناس فرحانين تريد صح. تشتري تريد تحتفل بالعيد طبعا لكن أنه بعد ليلة البارحة يعني أنه بعد الأحداث اللي صارت بالتأكيد أنه هي راح تأثر حتى على الأسواق راح تأثر حتى على نفسية العائلة العراقية يعني أنه يومين على العيد فبالتالي كيف راح تحتفل كيف ممكن أنه تشتري يمكن حتى نقول انه ابسط الامور اللي يعني كانت موجوده بالعراق او هي تعرف من تقاليد العراق مثلا الكليتشا او بالتالي انه شراء ملابس الاطفال يمكن صاروا الناس يتخوفون او الاباء يتخوفون انه نقول انه خلينا نحتفل بالبيت يعني على الاشياء اللي موجوده طبعا. افضل ما انه نروح ونشوف انه مصيرنا يصير بوضعيه يعني محزنه وبالتالي بوضعيه غدر فبالتالي انه حتى العائله العراقيه يعني ابسط الحقوق وابسط الامور يعني اللي كانت تعاني من عندها او يمكن اللي تشكي من عندها اللي هي مثلا غلاء الاسعار وبالتالي انه كانوا يشكون من هذا الموضوع لكن اليوم صرنا نشوف انه موضوعات اخرى صارت موجوده وصارت بس يعني تحدد عليها يعني هو رغم انه مثل ما تحدثتي انت يعني هو هذا الموضوع اللي يمكن كلنا اسى وكلنا حزن بسبب اللي هو تفجير كرادة يوم امس ولكن معروف عند العراقي انه دائما متمسك بالامل دائما صابر ودائما ثابت ويعني اكيد للاسف الشديد احنا مثل ما استنكرنا وتحدثنا عن هذا التفجير ولكن الحياه بالمقابل ما راح تتوقف يعني هو موضوع حقيقه محزن وموضوع يعني مثل ما تحدثنا يعني مدمي للقلب ولكن بالتالي هي هاي الحياه احنا دائما نتامل ان شاء الله بغد افضل دائما ملتزمين بالامل ودائما هو هذا العراقي معروف انه رغم كل يعني الصعاب والظروف وما شابه ذلك هو دائما متمسك بالامل يعني علي انه مثل ما ذكرت انه كل ما يمر العراق بظروف صعبه كل ما تشوف الانسان العراقي صح. والفرد العراقي يكون اقوى وتكون عزيمته اكثر هو الظروف الصعبه دائما وتكون ارادته يعني انه صح. اقوى بكثير لكن انه حتى احنا اذا نقول مثلا بعد يومين انه العائله تريد تسولف او تحكي يعني راح تكون نوعا ما انه طبعاً. موضوع حزن يعني موجود يعني مع العلم انه هو
لابد انه يكون فرحه، وبالتالي خاصه رمضان و ان شاء الله ينتهي الحزن يعني الاطفال خاصه فرحة. انه تشوف انه يعني ان هم من حقهم انه يفرحون، من حقهم انه يضحكون، من حقهم انه ياخذون الامور او الاساسيات اللي موجوده بالحياه. واذا نذكر يعني كذلك من العادات العراقيه في العيد، يعني حتى نبتعد عن اجواء الحزن نوعا ما، انه ابسط يعني او الاشياء الاساسيه اللي تكون في العيد انه هي تبادل الزيارات ما بين الاقارب. يعني هذا الشيء هو اساسي، يعني مثل ما يعني شراء ملابس العيد وكذلك الحلويات وصناعه الحلويات، فبالتالي انه الزيارات ما بين الاقارب هي من الاساسيات. يمكن تشوف انه اول يوم لابد انه تكون هذه الزيارات ما بين العائله الوحده، تكون على مستوى طبعا، ودائما تقص العيد تساهم في تعميق الروابط الاسريه، ودائما نشوف الزيارات اللي تكون حاضره بين الاهل، بين الاقارب، بين الجيران، بين الاصدقاء، بين الجميع. بالتاكيد. اذا ان شاء الله يا رب يعني دائما نكون بعيدين كل البعد عن اجواء الحزن، ودائما يعني كل الاجواء تكون فرح وسعاده وسلام على الجميع. ومقدمه كل عام والجميع ان شاء الله بالف خير. راح ننتقل لفقره اخرى فقط برنامج بعدها لفاصل ونواصل. اهلا بكم من جديد، ووصلنا الى فقره الاخبار الاخرى وابرز ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر فيديو على الانترنت يظهر واقعه طريفه وغريبه من نوعها لشاب امريكي وهو يسبح في 6800 لتر من الكوكاكولا. وقام الشاب بتفريغ مشروب الكوكاكولا في مسبح صغير ثبته بالحديقه الخلفيه لمنزله، واضاف على المشروب الغازي كمية من حلويات ماتوس ذات المذاق الحار مع كمية كبيرة من الثلج ليبقى المسبح باردا. وكتب على قناته في موقع يوتيوب أن العملية لم تكن سهلة، إذ كلفته أسابيعا لشراء قارورات مشروب الكوكاكولا، واستغرق ساعات لفتحها وسكبها في المسبح. ونال الفيديو إعجاب ملايين الأشخاص وحقق كذلك أكثر من 25 مليون مشاهدة، فيما انتقد بعض المتابعين مثل هذه التصرفات للمغامرين، مؤكدين أنها ناجمة عن الفراغ الذي يعيشه الشباب. يعني اكيد انا من القسم الثاني اللي يستنكرون، او يعني حقيقه ما اعرف يعني ينتقدون مثل هكذا مواضيع، لانه ما بيها اي رساله ولا بيها يعني اي هدف، يعني غريب. لكن فتح كولا ودخل يعني انه الموضوع هو شنو العبره من عنده، بس الحاجه البطل كولا اليوم خاصه صايمين، ومخرجنا اليوم يعني الله يعين ناس تسبع بالكولا. هو مو شرط انه بالكوكاكولا، يعني انه المي يكفي اعتقد يوفر يعني ويروي العطش. لكن انا هاي فكره يعني الشاب، يعني يمكن انه نشوف انه الشباب صار يلتجئ الى اكثر الاشياء غرابه اللي اصلا ما تتوقعها شنو هي، بالتالي انه انت بس يجذب الانظار، يعني حاط لك انه مسبح انه هو كله من الكوكاكولا. يعني الفكره وين؟ المغزى وين؟ يعني واعتقد حاله الفراغ اللي يعيشه الشباب اليوم يمكن تنتج مثل هكذا ظواهر وهكذا امور نشاهدها. ايضا من ضمن اخبارنا غريبه والمنوعه على سلسله مطاعم مستر برجر في استراليا عن توفير وجبات مجانيه مدى الحياه لاي شخص يغير كنيته الى برجر، مثلا رنا برجر او علي برجر، مباشره مدى الحياه تبقى الوجبات مجانيه. توجب على الراغبين بالاستفاده من هذا العرض
استكمال اجراءات تغيير الكنيه بحلول 31 يوليو تموز الحالي، وسيحصل فائزون على وجبات برجر مجانيه بشكل يومي مدى الحياه طالما حافظوا على الكنيه الجديده، لكن الشركه اكدت انه لا يوجد حتى الان اي متقدم لهذا العرض. يعني باعتبار انه الفكره بعدها جديده وما حد ما اقبل على انه موضوع نغير كنيته الى برجر، فبالتالي شو رايك عادي انه نجرب انه والله نغير؟ والله انا واحد غير عظام زي الخليجي خاصه انه هاي اللي يتعاجز انه يسوي اكل او يروح طبعا، فبالتالي انه خلاص يغير كنيته لا موضوع سهل ترى انه اتصل وجبه مدى الحياه مجرد يغير اسمه. بس تعرف شيء اعتقد انه ما موجوده يعني هنا، انا اعتقد بس باستراليا يعني حسب هو اكيد باوروبا. بس يعني شو رايك واحد يروح يعيش باستراليا؟ على انا متاكد كثير راح يغيرون كنيتهم. لا الكل يعني خلص يعني ما تشوف انه اكو احد راح يطلع بعد والكل تعيش على الهمبرجر. يعني ننتقل إلى خبرنا الأخير، حيث تزوج أمريكي من هاتفه الذكي وأقام حفل زفاف صغير بحضور عدد من أصدقائه المقربين ليشهدوا عقد قرانه على عروسته وشريكة حياته الهاتف. ولم يذهب أرون شيرفناك القاطن في ولاية لاس فيغاس بولاية نيفادا إلى كنيسة أرثوذكسية لإقامة حفل الزفاف كالعادة، بل استدعى قسًا لإحدى قاعات الاحتفال في لاس فيغاس لتزويجه بهاتفه، حيث وضع خاتم الزفاف ملتصقًا بالجهة الخلفية للهاتف، ثم وضع أرون إصبعه داخل الخاتم ليعين القس زواجهما، ثم أقام أو ليعلن القس زواجهما وقام بتهنئة العريس. وأكد متابعون الفيديو أن هذا التصرف يشير إلى الهوس بالهواتف المحمولة لدرجة الإدمان عليها، بينما أشارت دراسة أجرتها شركة كاسبريسكي المتخصصة في أمن المعلومات إلى ربع مستخدمي الهواتف الذكية يعتبرون هواتفهم أكثر أهمية أو تعادل مكانة والديهم أو شركاء حياتهم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الكباب الكرام، بما انه موضوع عن الكباب فبدي اساعد موضوع عن الكباب. والله جوعان، والله جوعان كلش اليوم، عطشان كلش اليوم، يعني سامي امبارح صايم وانت اكثر واحد حاس بمعاناه الجوع والعطش. اي والله فلهذا دائما نشوفك برمضان الكلمات تتداخل عندك. الله يستر. يلا خلاص ما بقى شيء لتقبل من الجميع. الكباب الهندي الشامي ربما يكون العنوان متناقضا او غريبا للسامع، لانه يجمع اسمين معا، هندي وسوري، الا ان التسميه صحيحه، حيث تشهر المطاعم السوريه وربات البيوت في سوريا باداء طبق الكباب الهندي على الطريقه الشاميه، ويكون تحضيره مع الصلصه ويشوى بالفرن وليس على الفحم مثل الكباب العراقي. يعني بالتاكيد علي انه هاي الطريقه صارت تنتشر في اربيل وتستقطب العديد من متذوقي ومحبي هذا الطبق، حتى أصبحت تقدم في المطاعم مع شربة الفطر بالحليب كوجبة رئيسية للإفطار. نذهب بكل تأكيد مع مراسلنا في أربيل أمجد ناصر، نشوف أجواء هذا الطبق اللذيذ وكيفية صناعته مع أمجد ناصر في التقرير. مشاهدي برنامج منتصف النهار من الشرقية نيوز، نحن الآن في مطعم نارنج ونتعرف على هذا المطعم وكيف صار في أربيل في إقليم كردستان. نتعرف على أولاً على الأستاذ بسام صاحب المطعم.
أول شيء أهلا وسهلا فيك. هذا المطعم بيقدم الأكل السوي الشرقي القديم، يعني نحن معتمدين بطريقة انتقاء أكلنا على المحافظات، يعني كل محافظة في منا عدة أكلات. المحافظات السورية. المحافظات السورية حصرا، فمثلا محافظات الساحل أخذ حصة من المنيو، محافظات الجنوبية أخذ حصة، المحافظات الشمالية أخذ حصة، مما أدى إلى تشكيل منيو كامل لشيء بيقدم التراث السوري القديم بطريقة حديثة وبطريقة بتناسب السنة اللي نحن فيها، إنه بيقدم الأكل على طريقة الوالدة والجدة اللي بنسميها البيبية. 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 فعلى نفس الطريقة اللي بتقدم فيها الأكل للوالدة والجدة نحن بنقدم الأكل هون وبنفس المعدات القديمة بأغلب الأكلات. شيف محمود، اللي نعرف الطبق الرئيسي اللي راح تسوي هسه. هي الكباب هندي، تمام، هي أكلة من الشام دمشقية يلزمنا لتحضيرها. قبل تحضيرها أريد أعرف يعني من إجا اسمه كباب هندي وأنت في الشام؟ يعني سموها كباب هندي نسبة لأنه كتير حادة. قصدك البهارات والفلفل؟ بهارات، استخدام البهارات، فمشان هيك نسبة للحد تبعها سموها كباب هندي. بس نسبة الدمشقية. نعم. نسبة البهارات الهندية المستخدمة بها سميتوها كباب هندي، بس هو الأكلة دمشقية أو سورية بالأصل. من الشام. المكونات الرئيسية مالتها. ترنشات توم، بصل جوانح، فليفلة نوعين أخضر والأحمر، بندورة مقشرة مقطع جوليان، معجون البندورة، مشان اللحمة لحمة غنم، ملح وبهار أبيض، ملح وفلفل أسود. نعملها بالشكل هذا مع صنوبر. أول طريقة بالإعداد، بنبلش زيت زيتون، هذا الكمية الكافية، مع البصل، جوانح. احنا بالعراق نقول نحمس البصل بالزيت. هاي نحمس البصل، تمام، اتركهم ليتقلوا شوي. رنشات البندورة، تمام، استنى عليهم شوي، نحطلا معجون البندورة، هاي كمان شوي زيجة، كزبرة يابسة. بالاخير ننزل الفليفله لحتى تكون ظاهر اللون تبعها، ولازم تكون شوي عم تقرش. يعني اذا صارت في البدايه احنا نقول راح تستوي قبل الطماطه او الخلطه هذه، لانه الفليفله بتطول لحتى تستوي، فمشان هيك نتركها شوي لحنا، مشان بدنا القرشه تبعها تكون شوي ظاهره معنا. تتجانس الخلطه تبعنا، بننطر عليها من 15 ل 20 دقيقه بتكون مستوية. عجينة اللحمة هي لحمة غنم حصران، ملح، ملح وبهار فلفل أسود، تمام، نعجنها بهذا الشكل، الصنوبر هيك بتكون جاهزة. هاي بعد ما كانت جاهزة، بعد ما خلصت بننزلهم هون، ننزلهم بهذا الشكل، تمام، هيك نحطهم بهذا الشكل بشكل حلو هيك. هلأ صارت جاهزة لندخلها على الفرن 5 دقائق إلى 10 دقائق، ونضلنا نقلبهم للطرف الثاني لأن تكون استويت على الآخر، وهيك بتكون أكلتنا جاهزة. تفضلوا. لهيك هلأ صارت أكلتنا جاهزة، هي الكباب هندي مع الصنوبر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في فقرتنا الصحية اللي راح يرافقنا فيها الدكتور حيدر السعدي، وراح نتحدث فيها عن جراحة وفم الفم والأسنان بصورة عامة، وطبعا عمليات تجميل للأسنان أيضا بصورة عامة، ومنها الخاصة اللي هي الفينير. بالتأكيد، يعني اليوم دكتور حيدر راح يحدثنا عن الفينير وكيفية استخدامه وكذلك مدة صلاحيته. بكل تأكيد نرحب بالدكتور حيدر لانضمامك ويانا في منتصف النهار. بارك في عامك بخير. وانت بألف خير. يعني دكتور حيدر، بداية قبل نتكلم عن مادة الفينير،
نريد نعرف انه يعني تجميل الاسنان وطريقه تجميل الاسنان يعني ما هي الخطوات وكيف يمكن انه تجميلها وما يعني ماذا نقصد بتجميل الاسنان؟ يعني هل هي صفها او راسها بتكون يعني بصوره صحيحه او لونها يقتصر على لونها فقط؟ فحدثنا اكثر عن هذا الموضوع. تجميل الاسنان هي اي عمليه تجميليه اوكي للاسنان هدفها تحسين الابتسامه، تحسين اطباق الاسنان واللثه. اوكي تجميل الاسنان عندنا طرائق اوكي يدخل من ضمنها تجميل الاسنان، اللي يدخل من ضمنها علم الاستعاضة التجميلية أو علم الاستعاضة السنية اللي هي مثل القشور الخزفية، الحشوات، الجسور، التيجان والتبييض وعلم الزراعة، وراه يدخل من ضمنها التقويم الأسنان أوكي؟ وكذلك يدخل من ضمنها عمليات رفع اللثة أوكي؟ رفع اللثة على مود نظهر الأسنان أوكي؟ طويلة أوكي؟ وابتسامة أحلى. طبعا خلينا نتحدث اليوم من ضمن عمليات تجميل الأسنان اللي هو الفينير اللي انتشر مؤخرا بشكل كبير جدا. خلينا نتحدث دكتور ما هو الفينير وماذا نعني بالفينير؟ الفينير هي نقدر نقول عليها طبقة أوكي تصنع من مادة توضع على سطح الأسنان أوكي، هدفها أنه تغيير ابتسامة المريض نحو الأفضل أوكي، تغيير الإطباق، حماية الاسنان اوكي من التاكل يعني او بدنا نتحدث استخدمت مفردة انه تغيير الابتسامه بشكل عام ومو فقط عمليه تجميل الاسنان نفسها هو عمليه تغيير ابتسامه كامله للشخص. الفينير طبعا لها اسامي هوايه نقدر نقول عليها الفينير، نقدر نقول القشره التجميليه اوكي، نقدر نقول عليها العدسات الاسنان التجميليه، نقدر نقول عليها سمايل هوليوود اوكي طبعا. او نقدر نقول عليها اللي هي سحلات دايره كومبوزيت فيرين ان ذا فينير ان ذا كلينيك اللي هي حشوات القشور التجميلية في العيادة. تمام. بالنسبة للفينير يعني تاريخ ظهورها أوكي بالوطن العربي يعني هي نقدر نقول عليها وصلت حديثا أوكي بس في العالم هي ظهرت عام 1920 أوكي 1920 أوكي من قبل طبيب أسنان أوكي صممت لإخراج الأفنام أوكي وصممت على نقدر نقول في استوديو اللي هو سموه استوديو هوليوود اوكي اللي هي هوليوود سمايل اوكي على ممثله امريكيه اسمها مارلين مونرو اوكي وبدايتها بلشت طبعا الفينير نقدر نقول عليه انه بلش متحرك اوكي يعني نقدر نشيله ونقدر نرجعه وراها بلش بعد 10 سنوات بمواد لاصقه مؤقته اوكي انه ما تدوم اوكي بعد سنوات تطور الوضع انه صارت لا القشور الخزفيه مقاومه للكسر مقاومه للاكل اوكي وهي الامور طيب يعني دكتور حيدر اذا نتكلم على ماده الفينير يعني هي تكون سطحيه او ممكن انه تزال قطعه من المينا مثلا على الاسنان او قص جزء من اللثه حتى تكون الاسنان بالصوره المطلوبه اوكي اقدر يعني اقول انه الفينير او القشره التجميليه اوكي أخط لها طرائق أوكي هذه الطرائق اللي نصنف من خلالها الفينير بوضعها على الأسنان يعني شلون مثلاً أنه إحنا نحط الفينير أوكي على السطح الأمامي فقط اللي هو السطح الليبيالي تمام أو فول كفر كراون نحضر السن أوكي أو أوكي ناخذ الكونتاكت بونز اللي هي جوانب الأسنان أوكي تمام يعني لكن انه نقول انه قص اللثه يعني هذا دائما ما يتطلب او قد تكون هناك تاكل في الاسنان او تكون الاسنان اساسا هي مصفوفه بطريقه خاطئه فبالتالي شنو اللي ممكن ياثر عليه الفينير يعني مقارنه بباقي المواد المستخدمه في تجميل الاسنان صح يعني هسه انا اقدر اسال السؤال انه هل كل حالات الفينير اوكي او كل حالات الناس نقدر نسوي لهم فينير الجواب انه اقول اذا كانت الاسنان ممتازه بوضعها السليم ماكو تسوسات ماكو مشاكل اوكي ماكو التهابات باللثه ماكو شيء ما يسمى بالباد اورال هايجين انه ماكو العنايه السنيه تكون جيده العنايه الفمويه تكون جيده ساعتها انه احنا نقدر نطبق الفينير سالتيني سؤال قلت لي طبقه المينا هل راح ياثر الفينير او لا بالتاكيد الفينير اوكي طبيب الشاطر اوكي اذا يريد يسوي فينير او قشور تجميليه لازم يشوف اوكي الاسنان بصوره عامه قبل ما يطبق عليها الفينير شلون انه هسه بالنسبه لي اكثر مقدار من طبقه المينا
حضره هو ما يتجاوز النص مل. اها تمام. يعني نص مل من طبقه المينا اوكي على مود اخلي الفينير اوكي. زاد اوكي هذا خرب لي من طبقه المينا اوكي. هذا معناها انه اني شوف الفينير يدخل ضمن علاجات الاسنان التحفظيه طبعا، انه انا اريد احافظ على الاسنان اوكي بدون ما اسوي لها اوكي اسوي لها مشاكل اوكي مستقبلا طبعا. المشكله بالفينير اوكي انه ماكو بي رجعه. صح. شلون يعني؟ هو فعلا مشكله انه اوكي يعني الفينير مثلا انا اجيت اوكي احضر 0.5 مل نص مل اوكي من طبقه المينا اوكي وحطيت الفينير، طبيب الاسنان اذا حط الفينير صوره صحيحه اوكي انطي بها جارنتي ننطي بها ضمان من 15 ل 20 سنه اوكي. حلو. الحلو بالفينير انه هي مثل ما قلت لك 15 سنه انه تدوم لوقت طويل اذا كان المريض نفسه ايضا يعتني طبعا بالأسنان. طبعا ما قلت لك انه الحاله الفمويه طبعاً. اوكي العنايه اوكي التفريش الابتعاد عن المشروبات السيئه بالضبط. المشروبات اللي ممكن تضر بالاسنان ولثه. الحلو بموضوع الفينير انه باي بسهوله باي كومباتيبلتي انه متوافق حيويا مع اللثه اوكي انه ما يسوي التهاب جانبيه تمام اوكي. الحلو بالفينير هو اللي هو يخفي عيوب الاسنان اوكي يخفي التاكل اوكي يخفي هاي الامور طبعا. دكتور خلينا نتحدث عن هذه الصور هسه تشوفها الان. طبعا هاي الحاله اوكي نعم. اجتني المريضه اول شيء قالت لي دكتور انا اريد اسوي سمايل هوليوود اوكي ابتسامه هوليوود. انا رفضت هذا الشيء قلت لها اصلا الاسنان شيء نوع من انواع الابتسامه فتخيل سوينا لها تبيض اوكي يعني مجرد تبيض مجرد تبيض اسنان ما راح يتغير ابدا انه الطبيب ينصح. انا ليش قلت لك انه الفينير ماكو بي رجعه؟ ليش ماكو بي رجعه؟ انه احنا دائما نحاول ندور على شيء. دائما انا اقول المرضى انه او الاشخاص انه انتم دوروا على الشيء الاسهل. شنو الاسهل؟ تبيض تنظيف الاسنان الروتيني صح. اوكي فعلا. تمام الاهتمام والعنايه. هذه حاله فينير تمام. تمام هذه عندها السن اوكي من الاسنان اللي هو اللاترال انسايسر متراجع للوراء اوكي المريضه رافضه علاج التقويم اوكي هناك الفراغات كذلك بين الاسنان نعم الدايستم الفراغات تعالج بالفينير نعم. الحلو بموضوع الفينير انه نقدر نقول انه احنا نستخدمه اذا كان اوكي اكو عندنا مسافات بين الاسنان اوكي المريض يكون رافض فكره التقويم. طيب التقويم هي تعرفين انه هي تسوي اغلاق نعم هذه حاله من اصعب الحالات اوكي حاولنا نعدل العضه تمام حاولنا اوكي ناخذ طبقه بسيطه جدا من المينا اوكي فرق هذه تبيض اوكي. طبعا المريض تنصح قبل ما تسوي له تبيض كله تروح تفرج ثلاث مرات مرتين باليوم اوكي وراها نبلش اوكي بالتبيض. هذه هاي الحلو انه هاي سالتيني سؤال قلتي لي حالات رفع اللثه اوكي سوينا لها ما يسمى بالجنجفكتومي اللي هي قص اللثه. هاي الحاله من اصعب الحالات. هذه السن يصحوا له فيوجن اوكي بنينا عباره عن حشوات تجميليه اوكي هذه اوكي بالحشوات التجميليه يعني حشوات تجميليه احس ثلاثه في واحد اللي هي تجميل واللي هي تقويم واللي هي قص اللثه وصنع ابتسامه كامله يعني اختصرت يمكن الطب الحديث اليوم بيختصر كثير من الخطوات فعلا العلم الحديث اوكي بتطور المواد تمام كل يوم قاعده تنزل مواد جديده اوكي هذا يسهل علينا كاطباء اسنان صح يعني نسرع العمل بالنسبه للشخص اللي يجينا العياده. طبعا اكو فد نقطه اللي هي التحري عن الطبيب اللي ينصح. اليوم انت يمكن تحدثت يمكن كثير من الاطباء اليوم يستغلون للاسف الشديد باسم اللي هي الداله والدكتور يعني اكو البعض يمكن يسيئون لهذه المهنه بصوره عامه واصبحت تجاره عند البعض. يعني عندنا حالات احنا يمكن في مجتمعنا نعرفها اكيد هناك استغلال واضح خاصه فيما يتعلق بالاسنان مثل ما تحدثت انه ما يحتاج لفينير مجرد تنظيف بالتالي يمكن من اجل مكاسب ماديه ومنافع ماديه للاسف الشديد فعلا. يعني هذه المشاكل اليوم المريض اهميه التحري عن الطبيب وانه ما يستعجل لانه مثل ما تحدثت الفينير هي خطوه ما بها اي تراجع بالتالي ربما هو راد يعالج مشكله بسيطه تتفاقم المشكله وتصبح كبيره. نعم فعلا المشكله انه صار بعض يعني نقدر نقول اطباء الاسنان اوكي انه يعالجون المريض اوكي يفكرون تفكير
مادي ويا قبل التفكير الإنساني. أوكي أكثر الحالات أوكي مثل دي الحالات اللي ذكرتها إنه ما يحتاج أوكي فينير. أوكي لكن هو يصر إنه يقول لا لازم أنا لازم أسوي لك بسرعة إنه يعني إنه لأنه الوقت داهمنا. هذه التأكلات اللي موجودة في الأسنان يعني إنه إحنا منحط لها مادة الفينير يعني إنه بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة ممكن ترجع الأسنان كذلك أو خلص إنه راح يحافظ عليها. مادة الفينير مثل ما قلت لك اللي هي مادة البورسلان يعني ما راح يكون هناك فراغات أبداً أو أبداً تأكلات. أبداً هي الفينير. أوكي الحلو بالموضوع بس أريد أقول أنه دائماً المرضى والأشخاص يخافون أنه من علاج الأسنان. إحنا أطباء الأسنان نسوي الرعب الصراحة. أوكي ممكن أنه يخافون من أطباء الأسنان. أوكي الحلو بالفينير أنه ما يحتاج إلى أوبر ما يحتاج إلى تخدير. أوكي بجلستين أنه إحنا يكون مخلصين إذن يعني أنه كل اللي يخافون أوكي. يعني ممكن أنه يعملون هذه العملية بسهولة وبساطة أوكي و... إذا كانت حالتهم تتطلب الفينير يعني أنه خاصة أنه يحصلون على النتائج المطلوبة. شكرا لاخصائي طب وجراحه الفم والاسنان الدكتور حيدر السعدي لانضمامك ويانا في منتصف النهار وشكرا كذلك على المعلومات. شكرا لك دكتور. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه. اكيد راح نلتقيكم يوم غد حلقه جديده منتصف النهار ومشوار جديد لكم. اجمل تحيه من الجميع في امان الله.